أعضاء مجلس الأمة، إما من أول جلسة في أول دور من العقاد المقبل مناقشة هذه القضية وبالعلم في مجلس الأمة، وإن لم تفعلوها فلا كنتم نواب ولا كنتم ممثلين للأمة. الرسالة الثالثة هي لأفراد أمن الدولة، أمن الدولة وأفرادهم. جاسم القامس قاعد اليوم هنا وقال أنا ضربت طرائق وطقيتوني، وكان عنده جرأة في انه يوقف قدام الجمهور يتكلم بشجاعة قدام الكاميرات وبين الميكروفونات. انت اللي طقيت الضرب تعتقد نفسك ريان وتعديت على هالرجل هذا بمكانك، تقدر تقول انك انت طقيته؟ تقدر تقول انك انت طقيته؟ انت ريان، انت ما ولا عليك وتعديت عليه بهالطريقة الواقية. تدري ليش ما تقدر تقول؟ انت ما تقدر تقول لسبب بسيط، انك ما عندك تاريخ طلاب مثل تاريخ جاسم وبشار الصايد، ما عندك تاريخ وطني نسبة بشار وجاسم، هذول عملوا كثير لهذا البلد. انا باعتقادي ان هذا الشخص اللي ضربهم حس بالنقد بالنقص، لان انسان، سمحوا لي بهالكلمه، هذا انسان حقير، اللي يضرب انسان من غير قانون هذا انسان حقير. والرساله الرابعه وهي الاهم، ونقدر نعتبر نفسنا ما قلنا ولا رساله من الرسائل، الرساله الرابعه هي للشباب الكويتي. الشباب الكويتي ما جرى لبشار وجاسم هي رساله موجهه للشباب، ان الشباب لا تشتغل، اللي يشتغل شو سوينا فيها؟ صح شيء سوينا فيه تعليق بمنتدى والتعليق مسح، وليش مو انت كنت تقولون اللي حاطين التعليق؟ هذا نفس المنطق اللي تغليته فيه، نوم عليك نفس المنطق هذا، تقول ان في تعليق عن بي، زين مو انت اللي كاتب التعليق؟ وتبي تظهر الشباب الكويتي وتبي تقول كل اللي سويته بالحمله البرتقاليه اللي كنا نعتقد هي عنوان اصلاحي شبابي قبل عام، انت اليوم تبي تمسحه بعملك هذا. الشباب الكويتي يمكن يكون هناك الف جاسم ويمكن يكون هناك الف بشار مستقبل، وتاريخ ليش على هالشيء، لكن اللي لازم يعرفونه هناك طموح واحد، هناك مستقبل واحد، هناك دستور واحد، هناك بلد واحد. شكرا.